ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. الطلاق العاطفي، لقيت حضرتك أن ناس كتير جدا متجوزين على الورق ومتجوزين اجتماعيا كواجهة، لكن حضرتك ما فيش بينهم وبين بعض أي عاطفة من أي نوع أو حتى مشاركة. يعني ربما يكون في ناس ما فيش عواطف وبيتشاركوا، ده حتى المشاركة مش موجودة. إيه رأي حضرتك في الطلاق العاطفي؟ طبعا الطلاق العاطفي انتشر كتير جدا في البيوت وموجود بكثرة، واللي احنا هنتكلم عليه النهاردة كل الناس اللي قاعدة في البيت أو كل الأزواج هيفصلوا الحالة عليهم بالظبط، وهيعرفوا فعلا ان هم في المرحلة دي. الطلاق العاطفي اللي هو الايموشنال دوت حاجة عن انعدام المشاعر والأحاسيس ما بين الزوجين. أيوة. يعني ده بيوصلوا لمرحلة ان الطرفين بيهجروا بعض، مفيش أي مشاركة، مفيش أي كلام، مفيش أي تقدير، مفيش أي احترام ما بين الطرفين، فبيوصلوا لمرحلة احنا بنصنف الحالة دي بحاجة اسمها الطلاق العاطفي. طلاق عاطفي. بس الطلاق العاطفي هم عايشين في بيت واحد ومتزوجين على الورق وهو مسؤول عنها أو أيا كان، والدنيا ماشية مظبوطة، موجودين مع بعض في الحياة لظروف معينة بتجبرهم ان هم يستمروا وان هم يكملوا، بس للأسف الشديد ان هم مش قادرين ياخدوا الإجراءات الصح اللي يقدروا يكملوا الحياة بطريقة صحيحة. مش عارفين يعملوا كده. طيب لما نيجي نبص الطلاق العاطفي ده، هو طبعا هنعرفه للسادة المشاهدين، وبعد ما نعرفه هنقول ايه المراحل بتاعته، وفي النهاية هنقدم الحلول. طيب اتفضل. الطلاق العاطفي ده اتنين وصلوا لحاجة اسمها انعدام في المشاعر. احنا عايشين مع بعض موجودين في بيت واحد. هل انعدام في المشاعر ولا ممكن يبقى كره؟ لا، هو مش بيوصل للكره. مش بيوصل للكره. في حالات معينة بتوصل للكره، دول اللي خلاص بيكونوا متفقين ان احنا هنوصل الطلاق ده لطلاق رسمي على الورق، وكل واحد يعيش حياته بالطريقة اللي هو عايزها. ايوه. الطلاق العاطفي ده زي ما قلنا انعدام المشاعر ما بين الطرفين اللي عايشين مع بعض في بيت واحد، وخصوصا الأزواج. أيوة. في مرحلة الخطوبة دي اسمها مرحلة الانجذاب، كل طرف بينجذب للطرف التاني. تمام. بيبقى فيها كده مرحلة اسمها مرحلة الحب المتوهج. أعلى درجات الحب، أعلى درجات الإفراط في المشاعر، أعلى درجات الإفراط في الفرحة والسعادة. أيوة. في مرحلة الخطوبة كل واحد بيتمايل على نفسه شوية علشان يسعد الطرف التاني. كل واحد مش شايف في الدنيا غير الطرف التاني، بيفكر. هل بيحاول يسعده يا دكتور ولا اوقات بيبدي ما ليس فيه؟ يعني كل واحد يحاول يظهر انه افضل حاجه في الدنيا فبيبقى فيه سعاده، وبعد لما يتجوزوا كل واحد يبان على طبيعته. لا، هي مش موضوع طبيعه. الموضوع ان احنا في مرحله الخطوبه افرطنا في مشاعرنا بقوه. حضرتك شايف ان ده سبب تقصد؟ طبعا سبب رئيسي ان احنا افرطنا في المشاعر بقوة. يعني كل طرف شايف، مش شايف في الحياة غير الطرف ده، بيفكر ان هو يسعده، بيفكر ان هو يحتويه، بيفكر ان هو يطبطب عليه، بيفكر ان هو يعمل له حفلة وده كويسة. غلط يا دكتور. هو انا دايما بقول للناس، يعني دايما الاعتدال في استخدام اي شيء في الحياة مفيد لينا ومفيد لصحتنا النفسية. انا مش عايز الناس يكون في فرط المشاعر، نسيب شوية متبقيين. طب هل ده بإيدين الواحد؟ لبعد يعني الجواز. لما يجي حد واحدة تتخطب وتحب خطيبها وتلاقيه هو كمان بيبادلها الحب، هنقول لها قللي من مشاعرك وسعادتك وما تخلوش كل حياتك؟ ما هو دي فترة سعيدة. أنا مش بتكلم على التقليل، إن أنا مثلا ما تكلموش أو إن هي تبعد نفسها عنه. لا، أنا بتكلم إن ما ناخدش كل حاجة حلوة في أول فترة إحنا متعرفين فيها على بعض، وما نسيبش في النهاية أي شيء. حياتك قصدك إنهم ما يدخلوش في العلاقة قوي في الخطوبة؟ يعني أنا دلوقتي الحب ده درجات، الحب ده مواقف، الحب ده
عشرة. الحب ده ايوه عبارة عن تسلسل أحداث بتمشي ورا بعضها كل يوم. هي القصة بتاعت الحب بتبدأ إزاي؟ بتبدأ بانجذاب، وبعد الانجذاب بنخش المرحلة التانية اسمها مرحلة الحب، ايوه وبعد الحب بنخش في مرحلة التعلق، بيبقى حب وتعلق، وبعد كده بنخش المرحلة الأخيرة اسمها مرحلة العشق، بيكون كويس بقى في عشق. دي المراحل. ايوه احنا مشكلتنا ان احنا بنقطع كل المراحل دي بسرعة 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 بسرعة، حتى لو كانت فترة الخطوبة صغيرة او فترة الخطوبة كبيرة، بس احنا بنطلع كل حاجة عندنا. يعني مثلا، ما انت ما تقنعنيش ان انت بتفكر قبل عيد ميلاد خطيبتك قبلها بشهر وشهرين ان انت تعمل لها عيد ميلاد حاجة كبيرة واو جدا، وتيجي بعد سنة الاولى من الجواز تنسى اصلا يوم عيد ميلادها. طيب ما تخليني أرد على حضرتك أقول لك، لما هو عمل ده قبل الجواز كان بمشاعره، ولما ما عملهوش بعد الجواز لأن مشاعره اتغيرت. ما احنا بنتكلم على كده بقى، ده طب اللي هو اسمه الطلاق العاطفي. طب هي اتغيرت ليه يا دكتور؟ اتغيرت ليه؟ الناس بعد فترة الخطوبة، احنا بنقول مرحلة الخطوبة دي ان احنا كل طرف بيكتشف الطرف التاني، كل طرف بيشوف بعض المواقف المعينة، بنتمايل مع بعض شوية في الصفات، بنحاول نقرب من بعض بطريقة شيك وبطريقة كويس جميلة، قوي تمام؟ وبنبقى في الحالة دي أسعد ناس في الدنيا، تمام لأن احنا لما انت بتحس بحب الطرف التاني بتحس ان انت تمتلك الدنيا وما فيها، ايوه حتى لدرجة ان انت بتبقى ماشي في الشارع ما بتبقاش شايف أي حد، مش مركز غير مع الإنسان اللي انت بتحبه. كويس قوي جميل؟ تمام بعد كده لما بيحصل ما بينهم بقى إيه؟ الاندماج في الشخصية، ولما بيحصل ما بينهم التقارب الفكري والتقارب المعنوي والكيمياء التوافقية بتاعة الحب، بيقرروا إن احنا عايزين نتجوز. كويس مفيش اتنين مش منسجمين مع بعض هيقرروا الجواز. مظبوط الخطوبة بتفشل وبتنهار وكل واحد بيشوف وخلاص، طريقه. لكن طالما اتجوزوا يبقى معناها ان كان الخطوبة ناجحة. الكيمياء التوافقية بتاعت الحب ما بينهم كانت جميلة جدا، وكانت وصلت لأعلى درجاتها، فقرروا القرار ده إن هم عايزين بقى يعيشوا مع بعض ويعيشوا كل التفاصيل بقى اليومية كلها مع بعض، ويكونوا في بيت واحد. ايوه خلاص؟ بعد كده بيتنقلوا المرحلة الأولانية من الجواز. مشكلتنا إن احنا بنتعامل مع الجواز ده بكتالوج. مشكلتنا إن احنا بنتعامل مع الجواز ده بورقة وقلم. إزاي؟ احنا خلاص بقى اتجوزنا، يبقى أنت عندك مسؤوليات، واحد اتنين تلاتة، لازم تعملي الحاجات دي. أنت لو قصرت في هذه الأشياء أنت كده مش هتبقي قادرة إن أنت تفتحي البيت كويس. برضو الزوجة بتبدأ تطلب من جوزها بعض كل واحد يقوم بواجباته ومسؤولياته. كل واحد يقوم بالواجبات والمسؤوليات بتاعته. بس المسؤوليات، المشكلة ان هي بتيجي في صورة اوامر، ولما بتيجي في صورة اوامر وقيود بتبقى صعبة شوية. اي انسان في الدنيا لما بيحب يعمل حاجة بارادته وبمزاجه بتطلع جميلة جدا، لما بتغصب على شيء معين ما بيطلعش حلو. يعني نقدر نقولها ان عدم انتقاء الاسلوب الناعم المناسب في التعامل بين الزوجين. هنكمل تمام نكمل عشان هي رحلة طويلة. يبقى دي واحدة. لا ده احنا لسه هنكمل، ما لسه انا عارفة دي أول واحدة، هنخش جوه دي شوية. أول واحدة. بعد مرحلة الجواز الأولانية، خلاص اتجوزوا وعاشوا في بيت واحد، الشهور الأولانية في تقارب، طبعا تقارب من أنواع تانية، مظبوط، وفي بقى برضو في درجات الحب بتبقى موجودة، تمام؟ أي حاجة جديدة ليها رونق، أي حاجة جديدة ليها شكل، ليها طعم، ليها لون، ليها معنى. بنرجع بعد ما بنخلص الحالة بقى الجديدة، زي اللي مثلا اشترى مثلا شميس جديد، من كتر حبه ليه ممكن وهو نازل في كل مشوار يلبسه، يعني بالظبط في مرة واحدة يزهق منه، جه بقى مش يزهق، جه بقى يقلل مرات اللي يلبسه يلبس الشميس ده فيها. مظبوط. فخلاص ده طبيعي. يبقى أي حاجة جديدة ليها رونق، وأي حاجة جديدة بيبقى ليها طلة كده في الأول، وبيبقى ليها كده إيه، جمال وشياكة كده في الأول، فبتبدأ الحاجات دي بتبدأ تقل. كويس. المشاعر تدريجياً، المشاعر تدريجياً بتبدأ بيحصل لها إيه؟ بتبقى ماشية كده وبتبدأ جاية من مرحلة الخطوبة، بتبقى عالية، بتطلع لقمة تبتدي تنزل قمة لغاية ما تبقى المنحدر ستيبل. أو قمة الجبل، وبتبدأ تدريجي بقى في النزول لغاية لما تستقر على حاجة معينة. يعني هي كويس. بتبقى جاية من الزيرو، الحالة الأولانية خالص في مرحلة لسه بتعرفوا على بعض، ابتدت المشاعر دي تعلى 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 لقمة المنحدر فوق، والطبيعي إن أي حاجة عليت قوي فالطبيعي إن هي إيه؟ هتنزل. كويس، بس خد بال حضرتك ان مش كل اللي اتجوزوا ومش كل اللي مروا بالمراحل اللي حضرتك بتحكي عليها دي بيوصلوا لمرحلة الطلاق العاطفي. يعني في ناس كتير
كانت عندهم مشاعر متأججة قوي في الأول، واتجوزوا وحصل التدرج في تقليل هذه المشاعر، وبعدين وصلوا لمرحلة الإيه؟ الثبات، وعاشوا العمر من غير طلاق عاطفي. ما احنا بنتكلم على كده، ليه بقى في ناس بيحصل لها ما طلاق الناس عاطفي؟ اللي بيحصل لها كده ليه؟ ما احنا اللي احنا بنقوله في فروق فردية ما بين الناس وما بين الأزواج. في ناس أنا يعني مستقرين وحياتهم كويسة وبيعبروا عن الحب أيوة لبعضهم وماشيين حياتهم زي الفل، وكل واحد قادر يصارح الطرف التاني على احتياجاته، مظبوط، وكل واحد ما بيستحملش ان الطرف التاني يزعل منه لمدة دقيقتين او ثلاثة، وبيقدر ان هو يعمل فلترة او تصحيح للحاجات اللي بتقع في المشاعر والاحاسيس وبيعالجها. أيوة، ده كده زي الفل، ده كده هيمشي حياته كلها ده ما عندهوش مشاكل. بخط مستقيم، وكل طرف من الاطراف تعود على حاجات معينة من الطرف التاني بيلاقيها وبيتم اشباعها وبيتم اشباع الحاجات والاحتياجات، فالدنيا بتبقى ماشيه كويس. انا بتكلم على الناس بقى اللي هي بتوصل لمرحله ان بعد الجواز الحب ده اصلا بيختفي. طيب انا اسفه، ناخد المداخله دي معانا ايمان من القاهره. اهلا يا ايمان، اهلا السلام بيكي، عليكم، ازي اتفضلي. حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. هو انا اختي الكبيره انفصلت بعد زواج فتره طويله، وكانت بتحب زوجها جدا، وكانت حد مهتم بنفسها واكتف جدا، وحد عايش حياته كويس جدا جدا. وبعد انفصالها بدأت تعي أمراض كتير قوي قوي، بدأت تهمل في نفسها، وبدأت ترقد، وبقت جالها عاشت في ديبريشن سنين طويلة، حتى رافضة انها تتجوز حد تاني، رافضة انها تشوف اصحابها، رافضة، مش عارفة تطلع من الحالة دي، بنحاول نطلعها منها، مش عارفة حتى قافلة على نفسها تماما يعني. فهل ده ليه علاج؟ وبقالها سنين يعني، موضوع طال يعني، حتى من حد شوي قوي مهتم بنفسه قوي، محب للحياه قوي، لحد قافل قوي، لحد زاد حوالي 40 كيلو عن وزنه الطبيعي، امراض كتير، عياط، مش عارفه اطلع من ده، بقالها سنين يعني. وعايزه رقم الدكتور، وعايزه الدكتور يفيدني، وميرسي جدا لحضرتك. اشكرك يا ايمان، اتفضلي يا دكتور. طبعا هي الحاله اللي هي بتتكلم عليها هي علاقه عكسيه. ازاي؟ ان حد كان عنده ثقه في الحياه جدا وثقه في الطرف التاني جدا، وكان مهتم بنفسه وكان بيحب نفسه قوي، ومرة واحدة حصل له ضرب عاطفي. الضرب العاطفي ده بعد ما ادت الثقة وادت كل حاجة للطرف التاني، وكانت مأملة عليه في حاجات كتير في حياتها، فحصل انفصال. دايما التجربة التانية او الاختيار في التجربة التانية بيكون اصعب بكتير من اختيار في التجربة الاولى. ايوه، على فكرة التجربة الاولى اختيارها ما بيجيش بارادتنا، بيجي بالقلب. التجربة التانية بالعقل. التفكير بيجي بيها في العقل، ودايما بنحط قدامنا مساوئ وعيوب التجربة الأولى، فدايما بنكون حاسين بالخوف والقلق والتوتر، وبنكون مترددين جدا في اختيارنا، حتى لو ظهر قصة حب وبنحب بس بنكون خايفين. فطبعا الحالة دي حصل لها دروب بعد ما كانت بتحب نفسها، بتحب الحياة، عندها ثقة في نفسها، حكاية انفصالها عمل لها اهتزاز أو عدم ثقة بالنفس، فوصل الموضوع ان هي تخش في ديبريشن، مراحل اكتئاب. ايوه. طبعا هو الموضوع ليه علاج، يعني هو رقمي معاها في الكنترول. يعني الكنترول هيدي حضرتك الرقم اللي تكرمي اتصلي مره كمان. حصل بالفعل، اعطوها الرقم. طيب معانا مين؟